لسه مكملين معاكم لتالت حلقة تمرينات ممكن تعملها في البيت لو عندك أي وقت فاضي. خليك معانا. مساء الخير. الجزء الأول النهاردة من فقرتنا هنتكلم فيه عن تمارين الجزء السفلي من الجسم، والجزء الثاني هنتكلم عن التغذية. يلا نبدأ. طبعا أهم حاجة عندنا دايما التسخين قبل التمرين، وتسخينة النهاردة هتكون بسيطة شوية ومختلفة وفيها تولز مختلفة شوية زي الروب جامب. اتفضل يا أحمد امسك. طبعا تمرين الحبل، نط الحبل، من التمارين المهمة اللي بتسخن الجسم بشكل كويس. طبعا لو صعب عليك انك تأدي التمرين ده ممكن تعمله من غير حبل خالص، مجرد بس أداء الحركة ان جسمك يسخن من غير الحبل خالص يا أحمد. اوكي. تاني تمرين معانا الني اب. اتفضل. زي كل مرة برضو بنقول ظهرنا يكون مفروض في كل التمارين وبنتنفس كويس وبنأدي الحركة بشكل هادي مش سريع قوي عشان ما نتعبش بسرعة احنا بنسخن. تالت تمرين معانا جامبنج جاكس. اتفضل يا احمد. حركتنا برضو بطيئه وبنتنفس كويس. طبعا تمرين الني اب والجامبنج جاكس ممكن نعمله 30 عده او نص دقيقه، ودي كانت التسخينه بتاعتنا النهارده. اول تمرين معانا النهارده هيبقى الجامبنج سكوات. اتفضل يا احمد. طبعا اداء التمرين بسيط جدا، بلاش جامب عالي وبلاش تنزل ديب قوي، 90 درجه. ورينا التمرين بالجامب، وهنعمله 4 في 15 عدد. تاني تمرين معانا، امسك يا احمد دمبل، فرد راس. اوكي. تمرين السكوات بس بوزن، برضه هننزل 90 درجه، ظهرنا يكون مفرود، وهنعمل التمرين ده 4 في 10. تالت تمرين معانا تمرين اللانش. اتفضل يا احمد دمبل. ممكن نشوف التمرين ده بالجنب افضل. طبعا كل التمرين اللي بنعملها النهارده مركزه شويه على الجزء الامامي من الرجل، من عضلات الرجل. طبعا بننزل 90 درجه زي ما احمد بينزل بالظبط. كل رجل 10 عدات، 4 في 10. اوكي. رابع تمرين معانا تمرين الديد ليفت. اتفضل. ده للعضلات الخلفيه. ظهرنا هيكون مفرود والركبه بتتني حاجه بسيطه. أداء التمرين زي ما أحمد بيعمله بالظبط، 4 مجموعات في 10 عدات. خامس تمرين معانا تمرين البريدج. اتفضل يا أحمد. برضو للعضلات الخلفية. هنحط الويت على بطننا نفس الطريقة دي، وبنرفع زي ما أحمد بيرفع بنفس المستوى. أوكي. 4 في 10 برضو. طبعا زي ما بنهتم بنظام التمارين بتاعنا لازم نهتم بنظامنا الغذائي. لازم نبعد عن الجنك فود والبروسيسنج فود. جنك فود ما ناكلش من بره، بروسيسنج فود نبعد عن الاكلات اللي هي زي البسطرمه والبرجر والسوسيس والسجق والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت. لازم نهتم ان اكلنا يكون اكل صحي علشان نستفيد اكبر قدر من الاستفاده من التمرين اللي احنا بنعمله.